غضون السنتين الأخيرتين قامت الجزائر إلى جانب العديد من المشاريع الثقافية الكبرى بتدشين أول مدينة سينمائية في جنوبنا الكبير وبحث مشاريع إنجاز مدن أخرى، كما أطلقت مشروع المركز الوطني للأرشيف السينمائي ورقمنته، وتم إنشاء أول معهد وطني عالي للسينما محمد الأخضر حامينة، وذلك بعد أن أسست الجزائر أول ثانوية وطنية للفنون وهي الوحيدة من نوعها على المستوى القاري لتعليم الموهوبين من النشأ في التخصصات الفنية بما فيها تخصص سينما سمعي بصري. ومنذ ما يقل عن سنتين أيضاً أصدرنا القانون الأساسي للفنان برعاية رئاسية سامية، كما أصدرنا ولأول مرة قانون حول الصناعات السينماتوغرافية، وقد عرفت الساحة السينمائية انطلاق تصوير أفلام جديدة باتت مؤهلة للمنافسات في كبريات المهرجانات الدولية إلى جانب الجوائز التي نالتها في مختلف المواعيد.